اتصال كانت كلمتني وكلمت استاذ رؤوف توفيق وبعتت لي الكتاب بتاعها في مجموعه روايات روايات يعني ابطالها كلهم نساء يعني اختارت هي موضوع وقالت لي قري وشفت احلامها قالت لي الموضوع هو ان قلت امراتين قالت لي الدور ايه اللي عجبك انت نقي لا بكلمك بقى وبقلمك هتلاقي ان في زميل ما لا يدور وبيقيمك وبيحكم بعدالة ومش يعني بزيتين ففحل الدورين انا عندي كتاب الدورين ما تقدرش الا عايز تعملهم جوه الاثنين ما يتعملوش ففعلا الدورين كانوا حلوين اللي هو واحده اعتقد يا كتابة محامية وسجينة وبيتبادلوا الاماكن في احداث فكان حلو قوي قوي وكانت يعني كلام استاذ رؤوف على اساس ان هي اعداد وان هي ما تيجي ان شاء الله ان ننفذه يعني يا حبيبتي لازم في عيد الميلاد الاقي البواب الجميل بتاعها جاي وجايب لي الورده وعليها الاداء للدرجه كنت فاكراها في مصر وفي الفالنتاين برضه عيد الحب الاقي الورده الحمراء وعليها الكارت كانت فيها لمسات لطيفه جدا جدا كانت جميله يعني من حين لاخر ابص الاقي مثلا تبعت لي وهي عندها ذوق قوي في ترتيب الورد فتبعت لي مثلا بوكيه سبت ورد جواه فاكهه وانت بطل يا جميله ومش عارفه احط الصحه فين والورده فين يعني حاجات كده لمسات لطيفه لطيفه التكريم لما كلمتني بقى قالت لي تروح تاخد التكريم كلام حسين طبعا ده كان نوع من التكريم ليا برضه صراحه خلينا نقول ان الكلمه يعني فوت من الصدمه اللي بتروح لها مش ممكن استحمل يعني ازاي صاحبه الشقه النجمه الكبيره دي تبقى مش موجوده وانا اطلع اخد سنه بدل هو طبعا كان نوع منها حركه رهيبه المهم قلت لا ما كلمتها حسين قلت له لا ما عادش ولا كان اللي يستلم جايزه سعاد اللي تستلمها هي يا اما انت بصفتك رئيس المهرجان بتقدمها وتحتفظ بيها الى ان تيجي السلام والسلام يا لهوي على عملية فجيجي اختها راح طبعا لها اصعب مشروعها استنى في الحق اللي كلمتها قلت لها ده انا اللي قلت لها سعاد لكن البنت ما يعني مش هي اللي راحت لوحدها بس انا ما انا معلش انا ميرسي جدا لكن ما اقدرش استلمها انا عايزاك انت اللي تيجي تستلمي فيعني كانت علاقه كده اعتقد يبقى علاقه يعني زماله ما تتكررش حقيقي يعني ما اقدرش اقول لك ان احنا كنا قايمين عينين مع بعض لكن كان في تبادل قيمه عشان كده بقول لحضرتك ان الصداقه تستمر اذا كان في هدف احنا الاثنين متفقين حواليه.